بدات انا نشكلكم عشان ندير شي ديال الحداده. درت الدجاجه ترقد في الماء الحامض مزيان باش تحيد لنا الزبره، وهاد الكبيده غندير معكم لواحد الشيوه زوينه. ايوا عاوتاني سوق لي راسي، هادو مجوجين ياك، هذاك فرفور كان بوحدو اللي كيجي عندي كيقولي جوجي، ولكن ما عنديش غادي يسقو خاصو ملعش شويه. هذا جبت ليه واحد اخر فحالو صاحبو بقى يلعب معاه. دابا ما عارفش عندي ربعه واش ما عارفش نسميهم شو، تلقاو نديرو شي حديقه الحيوان. مرحبا بك الزين، اجي اجي خليتو من هنايا. الو انا غادي نبدا. فوالا درت سكينجبير ملحه ابزار الخرقوم والزيت البلديه، وغادي ندير القزبر المعلوف، وغادي ندير الثومه وكنور ديال الدجاج. هنا الخرقوم مزيان، وغادي نزيد معاه واحد شويه ديال الماء. شي سالي ولا قصيد ناموسة، وسالي واحد شويه ديال الماء كيولي عندنا خليط بحال هكا. وغادي نهز الدجاجه بحال هكا مزيان، ولا غادي نشرب عليها مزيان، وغادي نحيدها. غادي نديرها في طبسيل واحد اخر، وغادي نجيب الشعريه. فوالا غادي نجيب هاديك الكبدة نخلط كلشي، نزيد عليهم الزيتون. فوالا كنرد الدجاجة لهاد السطل لي صوبت فيه، كنعمرها مزيان. وهاديك الكبيدات لي شرملتهم درتهم ديجا هنايا في الكسكاس، فرشتهم هما اللولين. فوالا كنجمعوا على الرجيلات، كنجيبو كيغدون باش كنزيدو نعاونو بيه ياكم. وانتم دائما راكم عارفين كنديرو الصدر هو فهاد الجهه باش كيطيب مزيان. الوغ انا صوبت الكسكاس بحال هكا باش نحط الصدر هنايا باش يطيب. فوالا كومسا، وغادي نردو لبلاصتو. غادي نكحزها هنا، غادي نزيد هذاك الشيء اللي بقى، ندير ليها مزيان. سيبون كيكون الما ديجا غالي لتحت، وكديروها من الفوق، وضروري ديرو ميكا باش كتصهد الدجاجة، وواحد شوية تحسو بها طاب تقلبوها، ما تخليوش عاوتاني تتفردك، وغادي تغطيوها. وملي تسالى الطاب غادي نجي انا. رجعت ليكم. ويلي البنات كتقولوا لي ما الدجاجة مسكينة بيضة، اختي خليها تبيض تبيض، ولي صفر لي انا يدو صفر لي سناني على بعدا على بزيات ومزدو يكملو. حيتاش الملون غير الملون راه بسيشيك، راه ماشي كيعطي شي مذاق. في الاخر المهم كندير انا في الاخر لا موطارد واش اخر الزبده وكتولي محمره. الوغ انا ساليت الاخر الزيت ديالكم وين الاول، دابا ها هو وصلني الثاني والحمد لله. الشعيور يا اختي بدا تيطوال. شوفوا نقولكم واحد الحاجه، انا شوفوا هادو ما كانوش عندي، عرفتي تبارك الله، وبفضل ما يطول ليكم سنتيم في الشهر راه تقدروا يطول حتى ثلاثه الا كنتو كداوموا حتى ثلاثه مرات في السيمانه، تاخذوه على ضمانتي انا وعلى رقبتي. الو غادي نوريكم دابا كيفاش غادي نستعملو بالنسبه للبنات اللي ما شافوش. كاين واحد المفاجاه قريبا مع وفاء. اليوم غادي نهضروا على جوج حوايج بالنسبه للشده ديال شعري باش ما كيبقاش ليا دوك لانطيرات مش نتفين. كندير السيروم اون فوا كنغسلو كيكون فازد، كنديرو لشعري كيبقى الشعر رطب. الوغ الزيت ديال كوين فيها 33 نوع ديال الزيت كلهم بالاعشاب، كنشدوها بحال هكا كنبداو نشققو بها الشعر مزيان، كنديرو ماساج ديال 10 دقائق كنقلبوه للقدام، كيطول الشعر وما كيخليش هذيك الزغبه الميته اللي ما كطوالش، وكيعالج التقصف وما كيبقاش الشعر بزاف كيطيح. انا صراحه الحمد لله واخا حتى الرضاعه ما كيطيحش ليا شعري، وانتم كيف ما شفتوا انا راه قطعت شعري باش نشوف النتيجه فين غادي يوصل معايا. صراحه واخا نعيا ما نشكر لكم فيه، خاصكم تجربوه باش تعرفوا
الفوائد ديالو من احسن حاجه كاينه عند وفاء هذا السيروم، خدوها بعينكم مغمضين. فوالا كنشقوا الشعر مزيان ثلاثه السوايع قبل الدوش، وديروه ثلاثه مرات في السيمانه اولا جوج مرات. فوالا كديروا مساج مزيان وكتغسلوا الشعر ديالكم. البنات اللي كيطيح ليها الشعر ملي غتجرب كوين غتحس بالفرق. الناس بقاو ديروا شعركم هكا فوالا طيح زغبا جوج، ماشي ديك الكميه الكثيره، حيت هذا هو المفعول ديالو ان الشعر ما كيبقاش كيطيح. شوفوا الصداع الراس وصل عاوتاني. كوكو صافا صعيدي يا حيت عليا كيف تغابر اخويا. بونجور نو صافا كدي هذا خوك هذا سلم عليه تقول لي صباح الخير شتي وخليتي صباح الخير. والو اختي قالت لي شاف حبابو ان شاء الله بابو صباح قالت لي شاف حبابو شاف غنسد عليك الباب ولا خرجتي. اه لا انت تقول كيف سناو تحت غنمشي نجيب فلوس غتديني الماريكان غنديك لا الكندا ديني الفيليبين عباد كندا تحت الفيليبين عباد دبي مرحبا بك رجوع مرحبا داري مرحبا بك سمية حبيبة حسين رجعوا يباركوا لي زيادة. مرحبا بك حبيبة نهار كبير هذا نهار خطيك ليش ايش قلتي ايش قلتي؟ لا كشي دي الشهر ما كنقولش لا اقول ودغيا دابا كنا غاديين للمراكو مول فيها مدمنة فيها قصبور فيها لافوكا فيها مايونيز فرماج كورنيشون وشنو اخر ثومة شوية زيت قبصة الملحة قبصة سكينجبير قبصة ديال الابزار واعرة. البنات هي نورمالمون كتولي هكا هادي ديال اللي كيديروها في لي ريستورون. هذا الا بان لكم عاقده بزاف غتزيدوا عليها واحد شوية ديال الحليب فوالا غادي تقدروا تحافظوا بها في الثلاجة لمدة ديال يومين. هنا على الدجاجه ولات كلاس يا امك يا اختي 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 انا شو معاه بصدقت لي الدجاجه زوجني عافاك ام بابا زوجني عافاك زوجني ابا كيكركر عليا مسكين. صباح الحاج هادو مالو؟ شندير بما با؟ فودناي علقي فودني طويني عارفك نضرب على اللي تشقى. السي الحسين كي جاك الطبق ديال الدجاج عطاك الله الصحه زعما زوين ماشي نفاق دابا غادي تزوجني. اخ بابا شحال من عام انت مزوج بما؟ شحال من عام؟ ايوا فاطمه شحال فاطمه عزتنا بنت اخرى وعزت فاطمه ما نعرف وصابر هادشي كامل اصاحبي ما حشمتيش وما فيها كثرة النقير دي دابا 11000 ريال